السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد من سلسلة دروس الويب ديفلوبمنت. هنكمل موضوعنا بخصوص دروس ال HTML اللي بنتكلم عليها بقالنا اكتر من من حلقة. النهاردة هنبدأ مع بعض ان شاء الله رب العالمين نتكلم عن حاجة اسمها الفريمز. بداية كده يلا نتذكر مع بعض احنا كنا بنبني صفحة ال HTML بتاعتنا او الدوكومنت الخاص بال HTML كان بيتقسم ليه؟ كان بيتقسم لايه؟ لمنطقتين، منطقة اسمها الهيد وكنا بنحط فيها بعض الاتريبيوت الخاصة زي الايه؟ زي التايتل الخاص بالصفحة. ومنطقة تانية اسمها ايه؟ البادي. موضوعنا النهاردة بيقسم لنا الصفحة بيخلينا نبني استراكشر جديد للصفحة بتاعتنا وهي احنا نقسمها على هيئة ايه؟ على هيئة ايه؟ فريمز. بيخلينا نقسم الصفحة بتاعتنا لمجموعة من الفريمز. الفريمز ديت لإما بتكون على شكل رو لإما بتكون على شكل ايه؟ كولمز. يعني بيخلينا نقسم الصفحة بتاعتنا لمجموعة من الإطارات، إلا الإطارات ديت لإما بتكون على شكل صفوف لإما على شكل ايه؟ أعمدة. لإما بتكون على شكل صفوف لإما بتكون على شكل أعمدة. أنا عاوز بس أعمل لكم هنت كده، إن احنا طريقة تقسيم الصفحة على هيئة فريمز ديت دي طريقة ما عادش حد بيستخدمها خالص. طب واحد بيجي يسأل نفسه سؤال، طب أنت ليه بتشرحها؟ أقول لكم علشان البعض او بعض الكليات او المعاهد بيبداوا يشرحوها ايه، بيبداوا يشرحوها كتوبك ايه، كتوبك اكاديمي بالنسبه لمواضيع ال HTML. فبنشرحها علشان الناس اللي عندها امتحانات فيها او دراسه HTML بيستخدموها يفهموا ايه، يفهموا التوبك ده. اما موضوع الفريمز بشكل عام ما انصحش حد يستخدمه بعد ما يتعلم الدرس ده، لانها طريقه بتسبب ايه؟ بعض الاخطاء القياسيه في صفحه ال HTML بتاعتك، بعض الاخطاء القياسيه العالميه في صفحه ال HTML بتاعتك. ندخل في موضوعنا النهارده، هنتكلم عن حاجه اسمها الفريمز. الفريمز دي قصته اللي احنا من خلالها بنقسم الصفحه بتاعتنا لمجموعه من ايه؟ مجموعه من الاطارات. الاطارات ديت لاما بتكون على شكل رو لاما بتكون على شكل كولمز، لاما بنقسم الصفحه بتاعتنا لرو وكولمز مع بعض، طيب عشان اقسم الصفحه بتاعتي لمجموعه من الاطارات ببدا احذف منطقه البادي بتاعتي ديت وبستخدم مكانها اتريبيوت تاني اسمه فريم سيت، وبقفل الاتريبيوت بتاعي اللي اسمه فريم سيت بالشكل ده زي اي تاج عادي خالص. احنا قلنا فريم سيت ده ببدا من خلاله اقسم الصفحه بتاعتي لاما على شكل رو لاما على شكل ايه؟ كولمز. لاما على شكل روز لاما على شكل ايه؟ كولمز. طيب على سبيل المثال حاجه اقول له قسم لي الصفحه بتاعتي لمجموعه من الفريمز على هيئه كولمز، الى مثلا 2 كولمز مثلا هياخد الاولاني 20% من عرض الصفحه والتاني هياخد 80% من ايه؟ من عرض الصفحه، والتاني هياخد 80% من ايه؟ من عرض الصفحه. طيب لو جينا هنا قلنا في الفريم الاولاني اللي انت مديله 20% روح عرض لي ايه؟ محتوى في اعرض لي فيه محتوى الصفحه اللي اسمها a.html، اعرض لي فيه محتوى الصفحه اللي اسمها a.html. وفي الفريم الثاني لو واخد 80% اعرض لي محتوى الصفحه اللي اسمها ايه؟ اسمها b.html، اعرض لي محتوى الصفحه اللي اسمها b.html. طيب لو جينا هنا عملنا ريفرش، اول حاجه هنلاحظها اللي هو فعلا قسم لي الصفحه لايه؟ لمنطقتين. المنطقه الاولى واخده 20%، المنطقه الاولى عبارة عن كولمز واخد 20% من عرض الصفحة، تمام؟ والمنطقة التانية عبارة عن كولمز واخد 80% من ايه؟ من عرض ايه؟ الصفحة، واخد 80% من عرض الصفحة. قلت له في الـ في الـ في, الـ في الكولمز اللي هو 20% من عرض الصفحة، حط لي الصفحة ديت ايه؟ حط لي الصفحة اللي اسمها a.html فين؟ في الفريم ده، حط لي الصفحة اللي اسمها a.html في الفريم ده. تعال لو رحنا على a.html فيها تكست عادي، فايه؟ اول ما ندينا على السورس بتاع الصفحه ديت ايه، راح معروض في الجزء الخاص بايه، بالفريم بتاعها، في الجزء الخاص بالفريم اللي واخد 20%. طيب الصفحه اللي اسمها b.html اللي واخده 80 اللي معروضه في الفريم اللي واخد 80% دي موجود فيها برده كلمه ثانيه اللي اسمها احمد، اللي اسمه احمد حسين ده، تمام؟ معروضه ايه؟ اتعرض في الفريم اللي بياخد ايه؟ 80%، بيتعرض في الفريم اللي واخد ايه؟ 80% من ايه؟ من عرض الصفحه. طيب الفريم سيت احنا قلنا بيتقسم لاما بنخليه يقسم لنا الصفحه الكولمز لاما الروز. تعال نقسمها كده الروز. لو هنا عملنا ريفرش فعلا قسم لي الصفحه بتاعت الايه؟ لتو روز. الرو الاولاني واخد 20% من الهاي بتاع الصفحه، الرو الثاني واخد ايه؟ واخد 100، واخد 80% من ايه؟ من الرو بتاع الصفحه. الرو الاولاني
بيعرض لي اللي بيعرض لي السورس بتاع ايه الفريم الاولاني، بيعرض لي السورس بتاع الصفحه اللي اسمها a.html اللي موجود فيها احمد. السورس الثاني بيعرض لي الفريم الثاني بيعرض لي السورس بتاع الصفحه اللي اسمها b.html اللي موجوده في الفريم اللي واخد 80% من الهاي بتاع ايه من الهاي بتاع الصفحه بتاعتي. طيب نرجعها كده الكولمز تمام، ونيجي نقول اللي احنا عندنا حاجه بدل ما نقعد نكتب نقول له انا عاوز الاولاني 20% والتاني 80%، لا انا اقدر اجي اقول له هنا ايه خلي لي الفريم الاولاني 20% والتاني باقي ايه باقي الصفحه بتاعتي والتاني باقي الصفحه بتاعتي. فعلا هنا ما اتغيرتش النسبه، هنا 20% والفريم التاني خليه لي 80% عوضا ان الصفحه اصلا بتبقى 100% من عرض الشاشه. فايه فهنا مخلي لي الجزء الاولاني 20% اللي هو الفريم الاولاني ده، والفريم الثاني مخليه لي الباقي اللي هو كام اللي هو 80%. يبقى انا عشان اقسم الصفحه بتاعتي لمجموعه من الاطارات ببدا اقول له ايه، ببدا اشيل منطقه البادي وبكتب الفريم سيت بتاعي وبقسم الصفحه بتاعتي لاما لمجموعه من الفريمز لاما على هيئه كولمز لاما على هيئه ايه روز لاما على هيئه كولمز لاما على هيئه ايه روز. هنا بنفس القصه هيدي 20% في الفريم الاولاني في الفريم الاولاني اللي هو رو، ولا وال80% ايه عوضا عن موضوع ايه الستارز ديت عوضا عن موضوع الستارز. جميل جدا. الروز والكولمز ديت مش بس ممكن استخدم معاها البرسنتج فاليو يعني النسبه المئويه، لا ده انا ممكن استخدم معاها البكسل. يعني ممكن اجي اقول له هنا خلي لي الرو الاولاني ده واخد 400 بكسل والرو الثاني ده واخد كام واخد الباقي ايه باقي الهاي بتاع الصفحه باقي الهاي بتاع الصفحه. لو عملنا ريفرش فعلا الرو الاولاني اللي معروض فيه الصفحه اللي اسمها احمد a.html واخد 400 ايه بكسل، والرو الثاني واخد كام باقي الصفحه اللي هو الجزء اللي انتم شايفينه ده. هنا برضو ممكن اجي اقول له ايه، ممكن اجي اقول له انا عاوزك لو انا عاوز اعرض مثلا اكتر من رو او اكتر من كولمز، عاوز اعرض اكتر من كولمز مش بس تو بس، ممكن اجي اقول له هنا ايه، ممكن اجي اقول له خلي اعمل لي صفحه اعمل لي فريم واخد 200 بكسل وفريم تاني واخد مثلا 300 بكسل وايه واعمل لي الفريم التالت ايه واخد ايه واخد واخد الباقي بتاعه واخد الباقي بتاعه. على سبيل المثال هقول له الفريم التالت ده اللي واخد باقي الويتس بتاع الصفحه خليه لي يعرض لي برده محتوى الصفحه اللي اسمها b.html. وهنا عملت ريفرش فعلا قسم لي الصفحه بتاعتي الى ايه مجموعه من الفريمز على هيئه كولمز، الاولاني واخد 200 بكسل والتاني واخد 300 بكسل والتالت ايه واخد باقي ايه العرض الخاص بالصفحه. نفس القصه مع ايه مع الروز لو قلبنا ديت ايه روز ما لو قلبنا ديت ايه روز. جميل جدا. نفس ايه القصه واخد 200 بكسل من المره دي بقى 200 بكسل من الهاي وهنا 300 بكسل من الهاي، وبعد كده الجزء الاخير ده ايه اللي هو باقي ايه باقي ال 100% من ايه من الصفحه باقي ال 100% من الصفحه. طيب يعني اللي نفهمه كده اللي احنا عندنا الصفحه بتاعتنا عشان نعملها المجموعه من الفريمز ببدا اكتب له ببدا احذف التاج اللي اسمه بادي وبستخدم مكانه ايه تاج اسمه فريم سيت، لا اما بستخدم الفريم سيت ده اقول له قسم لي الفريم اللي موجود عندي هنا لا اما الروز لا اما لايه لا اما لكولمز. بقدر استخدم وحدات بعض القياس زي مثلا البرسنتج او ايه البرسنتج فاليو او ايه البكسلز فاليو اللي انا ممكن استخدم هنا بيكسل او ايه او نسبه مئويه في الايه في الروز والكولمز. مش بس كده ده انا خلال الفريم سيت ده ممكن استخدم بعض الاتريبيوت مع الفريم سيت ده زي مثلا اقول له فريم بوردر. الفريم بوردر ده اتريبيوت بيقبل فقط مني اربع قيم ما تقدرش تدخل فيه غير اربع قيم. القيمه الاولى لا اما زيرو تمام يعني شيل لي البوردر بين كل ايه بين كل فريم بتاعتي اللي بين كل فريم وفريم لو حطيت زيرو، او واحد يعني خلي لي البوردر خلي فيه بوردر للفريم بتاعي ده تمام، او يس يعني خلي فيه بوردر او يس تمام يعني هنا فيه بوردر، او نو يعني ايه شيل البوردر بتاعي ده شيل البوردر بتاعي ده. طيب جميل جدا جدا. بس الفريم بوردر ده الديفولت بتاعه اللي هو بيكون على القيمه واحد يعني الفريم بيكون موجود كده كده اول ما بكريت ايه الفريم سيت. في بعض الاتريبيوت اللي بتلاقيها ديبريشيتد او شغاله في بعض المتصفحات ومش شغاله زي الفريم سبيسنج ده زي الفريم سبيسنج ده ممكن تستخدمه ده بيعمل لك سبيسنج بين ايه بين الفريمز بتاعتك
وفي بعض الاتريبيوت التانية برضو اللي بستخدمها مع الايه مع الفريم سيت بتاعي ده، زي مثلا ايه الاتريبيوت اللي اسمه بوردر. الاتريبيوت اللي اسمه بوردر هنا قبل ما اكتبه، لو عملت هنا ريفرش، عادة بيكون الديفولت بتاع الاتريبيوت ده ايه 5 بيكسل، اللي هو البوردر ده بيكون ايه 5 بيكسل اللي بين كل فريم وفريم، اللي هو الخط اللي موجود ده، الحد اللي موجود ده بيتقال عليه ايه بوردر. البوردر ده عادة بيكون حجمه 5 بيكسل، فهنا في اتريبيوت اسمه بوردر ممكن ايه استخدمه عشان اقول له انا عاوز حجم البوردر ده قد ايه، وليكن مثلا هسميه هخليه 14 بيكسل. تعالوا نشوف كده، لو عملنا ريفرش فعلا ايه البوردر بتاعي كبر زي ما انتم ايه شايفين. في برضو بعض الاتريبيوت التانية اللي ممكن تستخدموها زي البوردر كولر، بس للأمانة ان الموضوع الفريم ست ده في متصفحات كتير بعض الاتريبيوتس ديت بالنسبة لها بقت ديبريشيتد، يعني ايه ما 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 بقتش ايه المتصفح ده نفسه زي الفايرفوكس ولا الاوبرا والكلام ده كله بقى يدعم ايه يدعم الاتريبيوتس ديت او التاجز الخاصة بايه مثلا بالفريم ست. مثلا زي ما شفنا بعض الاتريبيوت الخاصة بالفريم سيت، عندنا برضو بعض الاتريبيوت الخاصة بالفريم نفسها، اللي احنا مثلا على سبيل المثال عندنا الفريم الاتريبيوت اللي اسمه SRC اللي احنا بنجيب فيه الصفحة اللي احنا عاوزين ايه نعرضها في الايه في الفريم بتاعنا. عندنا اتريبيوت اسمه نيم، خلينا بس نعرف اللي فيه اتريبيوت اسمه نيم دلوقتي، هنشرح له مثال قدام. بس عندنا ممكن ادي للفريم ده نيم وليكن ايه وليكن احمد، وانا هشرح قدام الاتريبيوت اللي اسمه ايه فريم كمثال نهائي بالنسبه للدرس ده. تمام، عندي هنا الاتريبيوت ده مثلا ايه الفريم ده سميه ايه مثلا ايه وليكن محمد، الاتريبيوت ده مثلا سميه مثلا اللي قصدي الفريم ده سميه مثلا ايه وليكن علي، الاتريبيوت ده ايه وليكن سميه ايه علي. هنا ايه انا الاتريبيوت ده انا كده اديته اسم ايه وليكن اسمه احمد محمد علي، وهنعرف ان شاء الله رب العالمين استخدامه ايه. بس اللي انا بفهمه لكم هنا ان الفريم نفسها بتقبل بعض الاتريبيوت زي الاس ار سي زي النيم زي الميرجن ويتس مثلا، خد لي مثلا يا سيدي من هنا ميرجن مثلا يعني بالميرجن مثلا وليكن ايه 3 بكسل. تمام، وهنا ميرجن خليهولي يا سيدي 3 بيكسل وهنا 3 بيكسل. لو هنا عملنا ريفرش عشان تشوفوها بنفسكم، ميرجن ده بشكل عام اللي هو بيقول لي الحد اللي موجود. طب بس الاول اعمل ايه ازود بس عشان الناس تشوفها، لو خليتها هنا مثلا ايه 10 عشان الناس تفهم بس قبل ما اشرحها، وهنا ايه 10. لو عملت ريفرش لو تلاحظوا ان ايه خد لي من ايه من على الصفحة بتاعتي اللي معروضة هنا، خد لي ميرجن يعني بعد عن ايه عن حدود الصفحة، بعد عن حدود الصفحة النسبة اللي انا مديها له. انا هنا مديله كام؟ مديله 10 بيكسل، فراح بعد 10 بيكسل. لو انا هنا مديله مثلا 30 بيكسل ويتس 30 بيكسل راح ايه راح عامل لي ايه راح عامل لي من كل جنب من ناحية العرض من ناحية الويتس خد لي ميرجن ايه من ناحية الويتس ايه ال 30 بكسل. شوف بعد ازاي 30 بكسل من هنا وهنا، و30 بكسل ما بينه وما بين البوردر ده، و30 بكسل بينه وبين البوردر. في تاج جديده زي الميرجن هاي، ممكن اجي اقول له هنا حط لي الميرجن هاي ديت خلي لي فيها مثلا ايه ده 30 بكسل، يعني خليه لي مثلا ياخد من الـ من الـ من من التوب 30 بكسل، يعني يعمل لي ميرجن من ايه من التوب بمقدار ايه 30 بكسل. لو عملت ريفرش راح ايه فعلا ايه عامل لي ميرجن ايه بمقدار 30 بكسل بيني وبين ايه البوردر من ناحيه ايه التوب من ناحيه التوب. وهنا ما عملنا ميرجن ويتس ايه راح عامل لي من ناحيه ايه الليفت والايه والرايت. اما الميرجن هايت دي بياخد من التوب وايه والبوتو. في اتريبيوت تانية اسمها مثلا سكرولينج، هنا على سبيل المثال السكرولينج ديت بتاخد مني مثلا وليكن 3 قيم، لاما اللي انا اخلي مثلا السكرولينج ده موجود على طول، لاما اللي انا اخلي اعمل فيه سكرول للصفحه يعني يكون فيه هنا سكرول لايه للصفحه. بس هو تقريبا هنا شكله ديبريشيتد طالما موجود عندي هنا باللون الاسود. بس عاده السكرولينج ده اللي هو السكرول ده كان بياخد مني 3 ايه 3 قيم، لاما ايه لاما بديله يس لاما بديله نو لاما بديله ايه اوتو. هنا لو عملنا ريفرش هنا عشان هو ده ديبريشيتد انتهى فمش ايه مش هيقبله، يبقى هنا عندنا حاجه اسمها سكرولينج دي بتاخد مني ايه بتاخد مني 3 قيم،
دي عشان الناس اللي لو شافوها بس او قروها في بعض سلايدز يفهموا هي ايه. السكرولنج ديت بتاخد منه 3 قيم، اللي بتخلي فيه سكرول ايه للصفحه بتاعك، سكرول لايه للصفحه بتاعتك، بتاخد منه 3 قيم. ما يس يعني خلي لي فيه سكرول بار، نو يعني حذف لي السكرول بار، اما اوتو يعني اول ما الكلام يستدعي ان انا حجمه كبر ويستدعي اللي يكون الصفحه بتاعتي ديت تعمل لها ستريتش، فروح عامل لي ايه سكرول بار عشان ايه يعالج لي حته الاستريتش ديت، يعالج لي حته الاستريتش ديت في ايه على هيئه سكرول بار. في اتريبيوت تاني عندي اسمه نو ريسايز، بس بدايه قبل ما افهمكم النو ريسايز دوت تعال نرفرش كده. لو نلاحظ ان احنا ايه ان كل فريم من دول بقدر ايه بقدر احركه، بقدر ايه احركه. بصوا هنا ده بيتحرك ازاي، ده بيتحرك ازاي. في عندي اتريبيوت اسمه نو ريسايز، الاتريبيوت ده مسؤول على اللي انا بديله مثلا اقول له ايه، اقول له ما تقدرش ايه تتفاعل مع الايه مع السايز بتاع ايه بتاع الفريم بتاعي ده. فبالتالي اول ما اعمل ريفرش هنا مش هقدر ايه مش هقدر اعمل له ايه لا ستريتش لا رايت لا ايه لا ليفت زي ما كنا بنعمل، او لو هو كان عباره عن رو فما كنتش اقدر اعمل له لا توب لا ايه لا داون. يعني ده ايه ده عندي كده النو ريسايز ده بيقول لي ايه، بيقول لي ان اللي انت كده ما تقدرش تتفاعل مع الويتس بتاعك بايه بالماوس اللي انت تعمل له ستريتش او ايه تخليه زي ما هو. طيب تعالوا ناخد مثال ايه بسيط كده مع بعض. تيجي نقول على سبيل المثال هقول له ايه، هقول له تعال نقسم الصفحه ديت مع بعض كلنا كده، نشيل بس النو ريسايز ديت. نقول ايه احنا هنا مقسمين الصفحه بتاعتنا ل 2 ل 3 كولمز، مقسمين الصفحه بتاعتنا ل 3 ايه ل 3 كولمز، واخد واحد 200 بكسل والتاني 300 بكسل والتالت ايه باقي الصفحه. طب ما تيجي نقول له ايه، لا ده انا عاوزك الفريم اللي هو التالت ده تخليه لي فريم ست جديد، خليه لي فريم ست جديد بياخد تو روز، بياخد تو ايه تو روز. على سبيل المثال هيبقى هنا الروز بتاعه كام، هنديله مثلا 20% ورو تاني كام اللي هو الباقي، ورو تاني اللي هو الباقي. هاجي اقول له ايه، اعرض لي في الفريم اللي اسمه اللي فيه القيمة 20% ده، اعرض لي في الفريم اللي فيه القيمة 20% الصفحة اللي اسمها a.html، ناخدها هنا copy paste تمام. وفي الفريم التاني اللي هو واخد الباقي ده اعرض لي فيه كام، اعرض لي فيه الصفحة اللي اسمها b.html، اعرض لي فيه الصفحة اللي اسمها b.html. جميل جدا جدا. لو هنا عملنا ريفرش هلاحظ اللي قسم لي الصفحه بتاعتي قسم لي الكولمز الثاني اللي هو موجود الكولمز الثالث هنا لايه، لتو فريمز عباره عن تو روز، عباره عن ايه تو روز. الرو الاولاني واخد 20% من الهاي بتاع الصفحه، والرو الثاني واخد ايه 80% من الهاي بتاع الصفحه، ناخد 80% من الهاي ايه بتاع الصفحه. طيب على سبيل المثال هوريكم ويب سايت زي اللي كده موجود ونشوف ازاي نقسم الصفحه بتاعتنا زيه، نقسم الصفحه بتاعتنا ايه زيه. جميل جدا. لو نلاحظ ان ديت ايه صفحه HTML، صفحه ايه عاديه جدا زي اللي انتم موجودها قدامي ديت، عاوزين ايه نقسم الصفحه بتاعتنا بالفريم سيت زيها، نقسم الصفحه بتاعتنا بالفريم سيت زيها. هنلاحظ ان الصفحه بتاعتنا ديت عباره عن فريم، عباره عن ايه فريم. الفريم الاولاني واخد وليكن مثلا 20% من ايه من ايه من الصب من الهاي بتاع الصفحه بتاعتي ديت، والفريم الثاني واخد كام، واخد الباقي ايه بتاع الصفحه بتاعتي دوت اللي هو 80%. وعندي الفريم الثاني ده جواه ايه، جواه تو فريمز. الفريم الاولاني واخد مساحه من ايه من الصفحه بتاعت من الويت بتاع الصفحه بتاعتي ديت، والفريم الثاني واخد مساحه من الصفحه بتاعتي ديت، والفريم ايه وهنا فريم ثاني عباره عن ايه عن رو، فريم ثاني عباره عن رو. يعني المنطقة اللي في النص ديت دي عبارة عن فريم متقسم برضو لجزئين، فريم كده على بعضه تمام، وفريم التاني ده اللي هو بالشكل ده زي ما انتوا ايه ما شايفين. والفريم اللي في النص ده واخد فريم من على واخد فريم من الويتس وفريم ايه من الهاي، فريم من الويتس وفريم من الهاي. تعالوا بس نمشيها ايه خطوة خطوة، هشيل كل الخطوط ديت ونبدأ نقول له ايه الشكل بتاع الصفحه بتاعنا عامل ازاي.
خلاص اتفقنا اللي هيبقى عباره عن جزئين، جزء كده ايه واخد الجزء ده وجزء واخد بقى ايه الصفحه بتاعتي. فانا اجي اقول له ايه، اقول له يا فندم اعمل لي ايه، اعمل لي فريم واخد مثلا ده عباره عن روز، اعمل لي فريم ده عباره عن تو روز، الفريم الاولاني واخد كام، واخد واخد مثلا وليكن كام 20% من عرض الصفحة، والفريم التاني واخد كام، واخد باقي ايه باقي الصفحة. طيب لو هنا عملنا ريفريش، لو عملنا ريفريش فعلا الفريم الاولاني واخد كام 20% والفريم التاني واخد باقي الصفحة. بس تعالوا نشوف الفريم التاني، الفريم التاني ده عبارة عن ايه، عبارة عن تو رو مثلا، عبارة عن برضو تو رو، واخد مثلا 80% من الـ من الـ من الـ من, الـ من الهاي بتاعي، والتاني واخد مثلا الباقي اللي هم 20%. جميل جدا. فاجي اقول له هنا ايه، انا عندي الفريم التاني ده فريم ست، الفريم التاني ده اللي هو النجمة ده عبارة عن فريم ست، واخد كام، واخد مني رو، الرو الاولاني عبارة عن 80%، والرو التاني ده عبارة عن ايه، الباقي اللي موجود من الصفحة، ده عبارة عن الباقي اللي موجود من ايه، من الصفحة. حلو قوي. طيب تعالوا نشوف كده، نعمل ريفرش زي ما هي ايه المسافة. طيب تعالوا بقى نقسم ايه اللي نحط له الفريمات اللي هي موجودة في النص هنا. احنا قلنا ده عبارة عن 80%، تعالوا ناخد هنا الفريم اللي موجود ده كده كابي وبست، اعرض لي هنا كابي وبست، والفريم التاني ده كام كابي وبست. تعال نشوف كده، فعلا راح مقسم لي الفريم اللي موجود ده الى ايه، الى تو فريمز، الى تو فريمز وايه، وعرضهم زي ما انتم ايه ما شايفين، وعرضهم زي ما انتم ايه شايف. طيب واحد يجي يقول لي اصلا الفريم اللي هو 80% ده عباره عن تو كولمز، ده عباره عن تو ايه كولمز، اقول لك برافو عليك جدا، ده عباره عن تو كولمز. فاروح جاي شايل الفريم ده، هروح جاي شايل الفريم ده واجي اقول له هنا ايه، اجي اقول له فريم سيت بتاعتي جديدة، فريم سيت بتاعتي جديدة دي عبارة عن كولمز، بياخد الاولاني منه وليكن 20% والتاني منه باقي باقي الصفحة بتاعتي، باقي الصفحة بتاعتي. وهنا على سبيل المثال نروح حاطين له تو كولمز هنا عشان ايه يعرضهم، تو فريمز هنا عشان يعرضهم. تعالوا نشوف كده، نعمل ريفرش ونعمل اف 5. لو نلاحظ هنا بالظبط، لو رحنا على الفوتوشوب بتاعنا نلاحظ ان الصفحه بتاعتنا هي بالظبط نفس التقسيمه، الجزء اللي فوق تمام، وبعد كده الجزء اللي في النص متقسم لايه، لتو بلوكس، واحد على الليفت وواحد على الرايت، والجزء اللي هو خاص بايه بالفوتر اللي هي حقوق الملكيه اللي انتوا شايفينها ايه تحت، حقوق الملكيه اللي انتوا شايفينها ايه. ده كان مثال كده لموضوع ايه الفريم سيت، ده كان مثال لموضوع الفريم سيت. طيب تعالوا ناخد مثال كده على ايه، ناخد مثال على الاتريبيوت اللي انا قلت لكم عليه اللي اسمه نيم ده، زي مثلا نيم احمد، نيم احمد هنسمي ده نيم احمد 2، ده نيم احمد 1، ده نيم احمد ده 2، ده 3، هنسمي هنا ده 4 تمام، نسمي الاتريبيوت كده. واجي هنا اعمل حاجه، اعمل في صفحه اللي اسمها a.html حاجه اسمها انكور كيس، انكور href بتاعي، رابط بتاعي، هايبر لينك بتاعي. هاجي اقول له هنا ايه، وادي له اقول له الhref، اعمل لي href الرابط بتاعي ده مثلا هيفتح لي الصفحه اللي اسمها a.html تمام. هيفتح لي بقى فين، في حاجه اسمها تارجت، في حاجه اسمها تارجت مع الاتريبيوت بتاعتي. هيفتح لي فين، هيفتح لي مع الفريم اللي اسمه ايه بقى، اللي اسمه مثلا وليكن احمد ايه، احمد 3، اللي اسمه ايه التارجت اللي اسمه وليكن هنا ايه احمد ايه 3، التارجت اللي اسمه ايه اللي انا اللي كنت التارجت ده باخد بديله اسم الفريم، اسم الفريم اللي انا عاوز اعرض فيه محتوى الصفحه اللي اسمها a.html ده، اللي انا عاوز اعرض فيه محتوى الصفحه اللي اسمها a.html ده. على سبيل المثال اروح هنا اقفل اللينك بتاعي كده، اقفل التاج بتاع اللينك كده، واجي اقول له هنا ايه هلو مثلا، اللينك بتاعي ده اسمه هلو everybody مثلا تمام. جيت هنا عملت ريفرش، فراح هنا عرض لي ايه، عرض لي هلو everybody دي في كل ايه، في
في كل الصفحات، عرض لي هلو everybody في كل الصفحات. طيب انا هنا جيت قلت له لو ارجع للكود كده، انا هخليه بس هنا يحول لي الصفحه ديت تبقى b.html تمام. فين ايه كله هنا بيعرض لي ايه؟ بيعرض لي محتوى الصفحه اللي اسمها ايه، مش الصفحه اللي اسمها ايه فيها الرابط اللي اسمه ولا هلو everybody ده، الرابط اللي اسمه هلو everybody ده تمام. وهنا كل الصف كل الفريم بتاعتي السورس بتاعها a.html ده a.html. طيب انا عاوزه هنا بمجرد ما يضغط على اللينك ده، يفتح لي في الفريم اللي اسمه ايه، يفتح لي مفتاح محتوى الصفحه في الفريم اللي اسمه ايه احمد 3، زي ما انا هنا ما مديله ايه التارجت، زي ما انا هنا مديله التارجت. فلو جيت هنا عملت ريفرش وضغطت مثلا على اللينك ده، راح فتح لي فتح لي المحتوى الصفحه اللي هي b.html في الفريم اللي النيم بتاعه اسمه ايه احمد ايه 3، النيم بتاعه اللي اسمه ايه احمد 3. ده بشكل عام كانت الفكره الخاصه من الاتريبيوت اللي اسمها نيم. الفكره ديت كانوا كنا بنعمل بيها زمان لوحات التحكم، بس ايه غالبا دلوقتي ما حدش بيستخدم زي ما قلت لكم قصه الفريم، عشان بتسبب لنا مشاكل في ايه في الاخطاء القياسيه بتاعتنا، زي ما قلت لكم الطريقه ديت اللينكات ديت كنا زمان بنعمل بيها ايه، لوحات التحكم. دلوقتي هي بتسبب بعض الاخطاء القياسيه نظرا ان بعض البراوزرز بت ايه خلت بعض الاتريبيوتس او بعض التفاصيل الخاصه بالفريم سيت ديت ايه اللي هي ديبريشيتد بالنسبه لها، فبعض المتصفحات ممكن تسبب ايه تسبب ليك مشكله اللي هي ما تظهرش فيها الشغل بتاع الفريم سيت اللي انت ايه عامله او الفريمز اللي انت عامله دوت. هو ده كان بشكل عام المجمل من درس الفريمز، اللي زي ما قلت لكم في الاول هو درس مش مهم خالص، بس عشان الناس اللي بتدرس دراسه اكاديميه ده ايه ده مهم بالنسبه لهم، لان معظم الحاجات دي برضو بيمتحن فيها نظرا لسوء المناهج عندنا ايه بشكل عام. ولا هنا انتهى الدرس بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.